مشاهدينا الكرام، والتقينا في العائله الحلوه، خلوني وانتم نتعرف عليهم. مساء الخير. مساء النور. شلون الصحه والعافيه؟ الحمد لله بخير. عرفنا عن حضرتك. كريم. يا اهلا وسهلا كريم. كريم، عمل حضرتك؟ طالب اعلام. حلو، يعني اليوم مع شويه اعطيك المايك وتتقدم لنا، شو تقول؟ ان شاء الله. حاب انه تكون اعلامي في المستقبل ان شاء الله؟ ان شاء الله. لو ما كانت جامعه الاعلام، شو كنت حاب تكون؟ مصمم. حلو، كل اشياء فنيه ما تقدر. لا دكتور لا طيار. لا ما له دخل. مو مساء الخير. مساء النور. شلون الصحه والعافيه؟ سهلا. عرفنا عن حضرتك. احمد. يا اهلا وسهلا استاذ احمد. عمل حضرتك؟ طالب قانون. ادرس قانون. اي مرحله؟ ثالثه. كل التوفيق لك ان شاء الله. طيب لو صرت محامي راح تكون منو منصف اكثر، للرجل او المراه؟ للي ويا الحق. منا ويا الكل. ماكو مبدا بالموضوع. لا لا. طيب لو ما كنت تدرس قانون، شنو كنت حاب تكون؟ طيار. حاطها ببالي من زمان وان شاء الله اكملها. يلا ان شاء الله. ان شاء الله ما دام عندك هذا الطموح. ان شاء الله. شلون الحلو؟ زين. شو اسمك؟ تيم. شو اسمك؟ تيم. تيم. تيم بالمدرسه ولا لا؟ بالروضه. شلونك بالروضه؟ زين. ورقصهم؟ ايه. يقول لي ايه. شلون هالحلوه؟ شو اسمك؟ ايمين. ها؟ ايمين. اوه ايمين، انت بالروضه لو بعدك؟ بالروضه. ها؟ بالروضه. شلونها بالروضه؟ تحبيها او لا؟ احبها. عندك صديقات؟ من تدي تكبرين شنو تصيرين؟ اصير دكتوره. يوم ما بديت البنات والدكتورات ثاني. احكي لنا شنو اكلتك المفضله؟ مندي. اكثر شيء. اكثر شيء؟ عنده عروق يمنيه. اول مره واحد بيقول سمج. صارت قديمه. تغيير. اكلتك المفضله؟ دولمه. حلو، باكر جمعه المفروض دولمه. ان شاء الله. هو مسواك علي. احنا ما علينا بالمسواق، علينا بالاداء والنفس الطيبه. لا لا. اي اكله اذا مو النفس طيبه ما تطلع حلوه، صح؟ صدقني ذا من ايدي الحجيه. الله يحفظ لك اياها يا رب، وطبعا نقول لها ربي يحفظك ويخليك. طول عمرك ويخليك. طبعا انت وانا برنامج اربح مع زاكروس يمنع جوائز عده وقيمه، جائزتنا الكبرى 10 مليون دينار، ويا رب ان شاء الله تفوزون ويانا بالسحب. اذا ربحت ال 10 مليون شنو تسوي بها؟ هل اربحها وبعدين افكر. ها يعني ما كفت شيء ببالك حاليا؟ لا. اموره طيبه. اذا ربحت ال 10 مليون؟ افتح بي مشروع. مثل شنو حاب تفتح مشروع؟ يعني مشروع حسب. يعني اكثر من مشروع اكو ببالي، يعني مثلا محل كوزمتيك او هواي مشاريع اكو ببالي. والله سوبر ماركت، العالم تحب الاكل بالذات العراقي. لا وياك ما يفيد وياي، لان انا خاص الموجود بالهذا. طبعا عندنا سؤال وفي عده خيارات فلتستعجلون بالجواب. السؤال يقول ما هو المخلوق الذي يعيش يوما واحد؟ صعب صح؟ الخيارات البعوض، نملة الباندا، أو ذباب مايا. البعوض لا نستبعده. ذباب هي نفسها ذبانة غير. لا اكو نوع مال ذباب اسمه ذباب مايا، ترى اكو ازرق هذا مال موته. من اكو جثة يروح عليها؟ لا شنو بعوض؟ ذباب مايا ونملة الباندا. البعوض استبعدنا لان يعني البعوض ما يموت في يوم واحد. اي ما اعرف لا بعوض ولا نملة مايا، بس اعرف ذباب. يعني ذباب. اوكي ذباب ويا على نفس الجواب. ما اعرفه عليش. يعني هيجي باي تشانس نقول يلا يا بس سؤال صحيح ذباب مايا.